إلى ذلك أعرب السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن فخره واعتزازه بخطوة تدشين مشروع بناء أول قمر صناعي بحريني بالكامل. نعم، العسومي أكد أن هذا الإنجاز الجديد يضاف إلى حصيلة إنجازات مملكة البحرين في مجال الفضاء ويعكس رؤية الملكية السامية لجلالة ملك البلاد المعظم. وأكد العسومي أن هذا المشروع ينفذه نخبة من الشباب البحريني المؤهل، كما يعد هذا المشروع ترجمة للتوجيهات الملكية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من قطاع الفضاء وتطبيقاته لتعزيز ورفع مستويات الخدمات الحكومية المختلفة، مثمنا دعم الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الاهتمام بهذه الخطوة الرائدة بمجال الفضاء. وثمن رئيس البرلمان العربي خطوة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تبني استراتيجيات وخطط دعم الشباب البحريني، مؤكدا دعم البرلمان لخطوات مملكة البحرين في إطلاق أول قمر صناعي بحريني، وهو ما يعزز تواجدها الدولي في مجال علوم الفضاء.